السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قمة الجولة السابعة الأخيرة ذهابا من المرحلة الأولى البطولة الوطنية الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم، طبعا قمة المجموعة الثانية بين المضيف هلال الشابة اللي عنده طبعا في رصيده في مركز الرابع 7 نقاط والعائد من هزيمة قاسية أمام مستقبل السيمان في وسط الأسبوع واحد بليش، والنادي الإفريقي طبعا الوصيف المطارد لفريق الاتحاد المنصري 11 نقطة لفريق العقلية الأفارقة، يبحث اليوم على تدعيم وتأكيد الانتصار الأخير أمام الترجي جرجسي، ملعب ولقاء كبير منتظر، وإن شاء الله الروح الرياضية هي تكون الطاغية والحاضرة في المباراة. لحظات قليلة وستعطى ضربة بداية المباراة في ملعب الشابة، ونمشي طبعا لتشكيلة الفريقين. البداية بالفريق الافريقي، كان سبق ودرب نادي باب الجديد في 2006-2007، كان كمل مع الافريقي المركز الثاني في البطولة، وصل لفينال الكوب برترون مارشون مع النادي الافريقي في موسم 2006-2007. نمشي تشكيلة الفريق الضيف، النادي الافريقي بتاريخه الكبير وبلعبيه كذلك رموز في تاريخ كرة القدم التونسية. تشكيلة الأفارقة في المرحلة الخامسة، وين طبعا احتياجات كبيرة من فريق اتحاد تتوين على صفيرة هذا الحكم في الجولة الخامسة، والانتصار وقتها كان اتحاد بن قردان بهدفين لهدف. بداية المباراة أن يحط مقامه وأقدامه في نادي باب الجديد، كرة لكوسية تصويبة فوق المرمى، شيت فوق المرمى من النفسي، جيلاني 1-2 عملية، جيلاني وزع كرة عرضية والحارس محمد أو موزع علي العمري لليسار، العمارة اختير العملية، نبيل العمارة يدخل الدزويت التوزيع ودخل، الدفاع خطيرة جدا خطيرة جدا. نادي حمام الأنف والترجي الرياضي التونسي دي عادة بالصورة بطيئة طبعا لمخالفة النفسي، كرة ترجع لحارة الموسيدة، يتلق بليل يصنع الهجمة ويبني الهجمة للعمارة، العمارة التوزيع كوناتي متفطن يخليها لعبد السلام الحلاوي، تيمومي فؤاد يلعب الكره لنادي رقاره، قاره لليمين جيلاني عبد السلام يمشي معاه محمد امين النبزي، جيلاني يدخل الدزويت ثم توزيعه ويدخل بلال العيفه، يدخل بلال العيفه. النادي الافريقي يعني بلال العيفه مرت عليه هذه اعاده بصوره بطيئه لمحاوله هلال الشابه، بلال العيفه مرت تعدى برشا مشاكل وقعدها في الميدان. نادي رقاره يلعب الكره حاميه بالراس التمهيد، والكره اختيرت دخل اسكندر العبيدي كما جت، محترمه جدا مع فريق النادي الافريقي، وفاء كبير جدا لهذا الفريق. ياسين الشماخي تصويبه لا تغني ولا اشرف، يلعب الكره للجيراني لمسه قصيره، الكره كانت طويله، يبحث الموسندة يلعب الكره طويله التوجيه ثم محمد امين النبزي، اقبال علي العمري الكره خاطئه، علي العمري حذاري حذاري المراوغه، يدخل كوناتي صحيحة ونظيف نظيفة، تدخل كان من العمارة الجزائري. نادي الرقارة مرة أخرى التوزيع باليسار، الكرة للجيلاني الترويض، الجيلاني إلى محمد أمين حمية، يبحث الموسند، الكرة ترجع من بليل العيفة تسلم، ترجع كرة نادي الرقارة يلعب الكرة يبحث على عمق والأوفسايد، الأوفسايد خريج مدرسة النجم الرياضي الساحلي، ثم اللمسة جيلاني، جيلاني حاول يراوغ ثم ترجع كرة فدي فلحي مرة أخرى والأوفسايد في الى حد الان في هذا الموسم الرياضي، ان شاء الله يوفى على خير، ان شاء الله يوفى على خير طبعا باعتبار الاحتجاجات الكبيره. كره لنادر قاره يلا لمسه واحده يا نادر، الكره ما زالت لفريق هلال الشابه، الى جيلاني عبد السلام يحاول يبحث على المهارات، الكره لفادي الفلحي، فادي الفلحي يراوغ التصويبه ضعيفه. الافريقي لا رازوني التسلسل في بناء الهجمه، كره للعماره، العماره يوزع كرة كتير العملية، يدخل كونة تقبل العمري، يدخل كونة تقبل العمري، عرضيات خطيرة لفريق نادي باب الجديد عن طريق الظاهرين الشماخي، ثم شياب العبيدي حاول يراوغ مع كوناتي، شياب العبيدي ثم يلعب الكرة للشماخي في الدزويت التصويبة، ويرجع الحارس بالبوكسينج الحارس عبد السلام الحلاوي، كرة ترجع لتيريت شوانتي ضربة المخالفة يعطيها سباقية القارة، نادي القارة لمسة الكرة وفي الدزويت كرة خطيرة ويدخل العمارة، ما زالت الكرة نادي القارة في الدوزيام بال، ترجع كرة من جديد والأشرف الزويخي والتصويبة وضربة على البار عارضة من أشرف الزويخي،
خيره في غيره يا اشرف، خيره في غيره. يا علي العامري امشي يا محمد امين النفسي، علي العامري يدخل الدزويت مع كوناتي، علي العامري ودخل كوناتي ممتاز برافو. كره الثابته اشرف الزويغي يلعب كره ثم ما زالت العمليه تشونتي يحذر التسويبه والكره برا بسنتيمترات قليله. كره تشارج لفريق الهلال الشابه وكره اخرى لفريق الهلال الشابه بعد كره ثابته يلعب الكره من جديد لاري عزوني تسويبه فوق المرمى فوق خاطئه للاري عزوني. لاري يلعب الكره لعلي العامري يراوغ ثم يصوب كره باليسار فوق المرمى. نادر قرا ممتاز لجنين عبد السلام في الدزويت يراوغ ضربه جزاء، ضربه جزاء للهلال الشابه. يا سلام يا جيلاني، جيلاني عبد السلام، جيلاني عبد السلام، مع جيلاني عبد السلام لا كلام ولا جدال، مع جيلاني عبد السلام من الجهتين انصار الشابه وحبال افريقي. يلا يا ربي يا علي حميه يتقدم التصويبه وترجع اوه اتصدى بامتياز الحارس معز حسن ضربها. ننتظر هذه الاعاده بالصوره بطيئه، كنت ننتظر في اشرف الزويغي انه ينفذ البينالتي. صار التغيير مشى محمد امين حميد على تلعب على دفعتين اليوم لحد غدوه الاثنين ان شاء الله تكتمل بقيه المباريات في المجموعتين. كره للافريقي تعادل ضد جرجيس في نفس الملعب، كره تتنفذ كرات يعني اسكندر العبيدي من جديد الكرة عن طريق اللاعب ادم التنفيذ العمارة معاه لاري عزوني. عزوني يلعب الكرة في القائمة الثانية، شكون موجود؟ ضربة التماس ضربة المخ اقرب للتنفيذ العمارة يلعب الكرة يدخل بالراس حامية يرجع للمؤازرة الرديفة لحمزة العقربي يوزع على كرة قبل ما تخرج الركنية. هل يتفادى كرة خطيرة خليها للمنافس التوزيع والهدف الأول، الهدف الأول للفريق ياسين الشماخي. الأوتوغراف التوقيع والإمضاء عفوة قاتلة من مدافعي للشبة خلى كرته لمهاجم الأفريقي التوزيع على طبق من ذهب من غير رقبة من غير محاصرة ياسين الشماخي على طبق الكرة أمام المرمى حتى الكرة في الشباك واحد بلاش تتغير نتيجة سكور الوضعية. كارا سيب كورتو كورتك يا نادر، اللعب الفردي من نادر كارا ثم كرة خطيرة يدخل كوناتي حد ساقو والحلاوي ياخو كورتو بامتياز. يا ربي يا علي جيبوتو الغالي بالراس ترجع كرة شونتي تسويبة ترجع من زيت حامية أمام المرمى ترجع كرة من جيد شكيب لا درويش لا سنتراج شكيب التوزيع بالراس بلا العيفة يدخل ثم ترجع من جيد أمين نفزي جناح جيلاني عبد السلام يرجع لمحمد أمين نفزي عرضية كرة سنتراج يطلع فادي والكرة أوه وما زالت والحارس معز حسن ياخو كورتو. أي 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 فرصة مهدورة على خط هجوم فريق الهلال الشابة. سنتراج كان ممتاز كان مزيان من محمد أمين النفسي تلعب الراس فادي الفرحي خروج خاطئة من معز حسن وعلى الخط تتزيد طبعا وترتفع شيئا فشيئا. زي مهدورة وكرة للهلال محمد أمين النفسي ويراوغ يلا يا نفسي الكرة والتصويبة يا شادي يا شادي كرة القدم يعني مرتين يعني مرتين كرة على الخط النهائي للمرمى يدخل دفاع الافريقي في الشوط يمشي والانذار لعزوني لاري هذه الإعادة بصورة بطيئة الانذار لعزوني لاري. يا ناري يا ناري مباراة لحد من ملاعبي البرزين من نجوم الفريق في فترة التسعينات طبعا لطفي رويسي هذا تغيير تنفيذ الشكيب يلعب الكرة قوية تصويبة ضربت في الجيلاني ثم ترجع لاعب الرحالة المخضرم في تشكيلة فريق نضال التيف. ننتظر محمد أمين النفزي يلعب الكرة يدخل الدفاع من علي العامري ثم الكرة الثانية ترجع لتيمومي يتبع كورتو التوزيع في يده بصورة بطيئة. ننتظر الحكم يشير إلى ضربة ركنية قاعد الرافية شفتها ضربة جزاء ضربة جزاء حرم هلال الشبه من بينالتي واضحة
كرة وبالراس جول 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 يا كوناتي عاد من بعيد كوناتي بالراس وعاد في النتيجة في سكور هلال الشبة بالراس دك الكرة في حصن فريق النادي الإفريقي دك شباك الإفريقي كوناتي بالراس غرسها الكرة بكل قوة يعني صعيب برشا أنه المدرب المساعد لفريق هلال الشبة يقصى محمد علي والنقاط الثلاث كرة لفريق هلال الشبة ترجع للفريق ثم اختير العملية الشتلي توزيعها وكما جيت ولوصف المباراة تغيير خمس الأخير النادي الإفريقي رقم 19 الجزائري كبير جدا للهلال الشبة يدخل معز حسن ثم مرة أخرى مرة ثانية محمد يتبع كورته لي تيمومي فادي الفلحي فادي يدخل لدزويت اللمسة للتيمومي يدخل يراوغ ثم كرة ثانية اسكندر العبيدي يدخل طبعا ليتحمل ضغط كبير كرة ترجع فماش المخالفة ويدخل النفسي كما جيت فريق النادي الافريقي تراجع بدني ملحوظ في الشوط الثاني بالراس وسامع ولا تصويبة فوق المرمى الشرفية والتف يلعب الكرة ترجع الكرة مخالفة سيد الحكم ضربت المخالفة موجودة يلعب الكرة من جديد لإياب الحسيني كرة خطيرة حمدي العبيدي في الدزوي تصويبة خطير لباس كرة ترجع لشكيب الدرويش يمشي للتنفيذ محمد أمين النفسي أمين النفسي يلعب الكرة يطلع معز حسن ياخذ كورته على مارتين والمخالفة We'll be right back.